ليك ناقدنا الرياضي الاستاذ محمود فؤاد من داخل نادي الزمالك. اهلا بيك يا فندم. سمير ازي حضرتك؟ يا رب لك يا رب تكون بخير. اخبار حضرتك ايه؟ يا ريت تطمنا ايه الاخبار، العمليه الانتخابيه وفرز الاصوات والنتائج الاوليه، وممكن النتيجه تكون رسميا الساعه كام؟ خليني اقول لك بدايه برحب بيك وبرحب بكباتننا الكبار اللي موجودين معاك في الاستوديو. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. أنا بيخليني أقول لك حتى الآن ما زالت عملية الفرز شغالة. الفرز بدأ حوالي الساعة 8:30 وإحنا داخلين أهو الساعة 4 ساعات الفرز، عملية يعني الفرز شغال حتى الآن. كل اللجان لسه في لجان ما اكتملتش، يعني كل المؤشرات اللي طلعت دلوقتي كلها مؤشرات أولية، ولكن النتيجة أو الفرز انتهى بشكل رسمي سمويب حتى الآن. لسه خليني أقول لك في لجان كتيرة جدا جدا جدا، في ناقص حوالي 30% من اللجان لم يتم الانتهاء منها حتى الآن. كل ما يتردد عن إن خلاص النتيجة حسمت بشكل كبير كلام عار لا أساس له من الصحة. ايوه، يعني الانتخابات دايما بيبقى فيها الكلام دوت، كل مجموعه وكل يعني ناس مرشحين بيقولوا ان احنا كسبنا، ده دايما موجود في الانتخابات. ولكن خليني اقول لك حسب اللجان اللي تم الانتهاء منها مؤشرات اوليه حتى الان، يعني مرتضى منصور على منصب مقعد رئيس مجلس اداره، هشام نصر على مقعد نائب الرئيس، كابتن خالد لطيف على مقعد امين الصندوق. تمام، لسه ما فيش حاجه رسميه. لا ما فيش حاجه، لكن هم دول في كل اللجان اللي احنا رصدناها او اللي خلينا في الرسمي دول. خلينا في الرسمي. الرسمي يبقى امتى؟ المؤشرات. لا المؤشر يعني النتيجه بشكل رسمي مش قبل ساعتين. مش قبل ساعتين، خلاص. مش قبل ساعتين. طيب يعني لكن التنظيم دلوقتي العمليه هاديه والتنظيم كويس والدنيا ماشيه زي الفل. لا خليني اقول لك التنظيم بشكل محترم. رئيس اللجنه القضائيه المشرفه على انتخابات نادي الزمالك لم ما خدش قرار بدء فرز الا بعد اخلاء كل المقار الانتخابيه من كل الناس، من الصحفيين، من الاعلاميين، من المرشحين، من المناديب. ولكن بعد ان تم اخلاء المقار الانتخابيه بدات عمليه الفرز وتتم في هدوء وسلام. خليني اقول لك ان كل مستشار موجود في لجنه بيخرج الورق او بيخرج يعني بطاقات التصويت بنفسه وبيراجعها بنفسه، الورقه البطله بيحطها في جنب، الورقه الصحيحه بيحطها في جنب، وبيبدا هو بنفسه بينادي اسم اسم، معاه اكتر من موظف معاه موجود من الشباب والرياضه، مدير شباب رياضه بالجيزه موجودين معاه في اللجنه. كل حد عارف دوره، عارف هو بيعمل ايه. كل لجنه كل مستشار موجود فيها هو اللي بيرصد بنفسه وبيعيد مره واثنين وثلاثه.